يعد ميثاق العمل الوطني ركيزة أساسية في المرحلة الجديدة لبناء البحرين الحديثة، وقد جاء التفاف الشعب حول قيادته ومنح نسبة توافق عالية جدا على الميثاق لتبدأ مرحلة جديدة نحو التقدم والنمى. بنسبة 98.4%، ليست ككل النسب، إنها نسبة توافق الشعب على ميثاق العمل الوطني. فهذا الرقم لفت أنظار العالم وأكد لكل من يستشرف المستقبل السياسي لمملكة البحرين بأنه مشرق ويسير بخطى واثقة نحو التقدم والنماء والازدهار في ظل التفاف الشعب حول قائده. ميثاق العمل الوطني هو لحظة تاريخية لدى مملكة البحرين، وهي رسمت التاريخ المعاصر لمملكة البحرين. جاءت الملك حفظه الله أوجد هذا المشروع، قام بالعمل عليه، طرحه لدى الشعب، وافق عليه الشعب بنسبة 98.4، ولعلها هذه النسبة عالية جدا لأي مشروع إصلاحي في العالم على مستوى العالم. طبعا ميثاق العمل الوطني هو اليوم ركيزة أساسية تقوم عليها مملكة البحرين، وهو عقد اجتماعي ما بين الحاكم والشعب، ولعل هذا الأمر أصبح جليا، وأصبح هذا المشروع اليوم مسيرة إصلاحية، أصبح كذلك اليوم نهج تسير عليه مملكة البحرين. هذا التكاتف الشعبي والتوافق من قبل أبناء البحرين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم السياسية على ميثاق العمل الوطني شكل منعطفا هاما في تاريخ البحرين الحديث، فأصبح أيقونة سنوية نذكر فيها العالم بأسره. طرح ميثاق العمل الوطني أكد كذلك الشعب هذه الإصلاحات، وأكد التفافه نحو القيادة، وأن يكون جزء من هذه النهضة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على كافة المستويات. شعب مملكة البحرين دوما يقف مواقف مع قيادته، واقف مع كل الخطوات التي تقوم فيه القيادة الرشيدة في عملية سواء كان الإصلاح أو عملية تنموية أو المسيرة الإصلاحية اللي جاءت الملك المفدى. في 14 فبراير يجدد أبناء البحرين ولاءهم لقادتهم ليقولوا للعالم بأن لحمتهم دائمة، وإيمانهم بقادتهم هو أساس العمل والتطوير الذي توافقوا عليه في بنود ميثاق العمل الوطني، والذي يمثل فرصة لتجديد الالتزام على مواصلة مسيرة الإصلاح والتطور والنماء. هذا اليوم هو ذكرى حب بين القائد والشعب، فأصبح نبراسا يشع حبا وتفاؤلا ليؤكد للعالم بأسره بأن التفاف الشعب حول القيادة عقد أبدي، وضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة لتسير بخطى ثابتة نحو التطور والنماء. فحققت العديد من الإنجازات منذ لحظة التوافق على ميثاق العمل الوطني. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.